لقيت خلية نحل من الأطباء والتمريض والمسعفين والأساتذة الطب، بشكرهم جميعا، لأن لولا التواجد اللحظي اللي هم عملوه كان يمكن الموضوع يبقى أكبر من كده. فأنا بشكرهم وفخورة إن أنا بشتغل في وسطيهم، وإن شاء الله ما تجيش حوادث زي دي في مصر يا رب أبدا. اكيد أنا زي عمري برضو ما عشان توفقت. نطمن برضو على مرضى معهد الاورام، مستشفى وزاره الصحه بتفتح مستشفياتها لكل مرضى معهد الاورام، عاوزين ناكد على كده يا فندم. شكرا ليك والله. مستشفيات خلاص، يعني احنا خدنا 78 حالة وعندنا استعداد ناخد 100% من الحالات، وعندنا اتم الاستعداد ان احنا نمكن معهد القومي للاورام من 3 مستشفيات عندنا يديرها لغاية ما يعني تحت ادارته احنا اللي هنتكفل بالتكلفة التشغيل، وهم اساتذة الطب ييجوا يعالجوا نفس المرضى، لان في الاخر زي ما قلت لك المريض المصري مش ما يعرفش مستشفى الجامعه، مستشفى وزاره الصحه كلها مستشفيات الدوله. كمان احنا ان شاء الله نحاول مع معالي وزير التعليم العالي ورئيس جامعه القاهره اي دعم مالي لاعاده تطوير معهد القلب بصوره سريعه جدا وقويه جدا معهد الاورام، هنقدمها حتى لو كانت من المخصصات الماليه لوزاره الصحه، ايمانا منا ان المعهد القومي للاورام ده معهد مصر كلها ودوره كبير جدا في تقديم الخدمه الصحيه، واساتذته يعني اساتذه علموا كل الاطباء، فاحنا معاهم وهتواصل مع معالي وزير التعليم العالي علشان نقدم الدعم المالي واللوجستي، وبفتح كل مستشفيات وزاره الصحه المجاوره لمعهد الاورام، مستشفى دار السلام هرمن ومبره مصر القديمه ومبره المعادي تحت أمر معهد الأورام بأساتذته بكل حاجة.